بعد 14 عاما من ثورة ليبيا التي أسقطت نظام معمر القذافي وأدت لهروبه وهروب هروب من تبقى من عائلته، تظهر ابنته الوحيدة عائشة للعالم بلغة أخرى وتحديدا من بوابة الثقافة والفن، حيث أقامت عائشة التي تبلغ من العمر 47 عاما أقامت معرضها الفني بمقر إقامتها في سلطنة عمان، وكانت لوحات المعرض تقدم رؤى حول الفقد والحرب، وأصدرت فقط تصريحا كتابيا يتحدث أنه ليس لأعمالها الفنية عنوان أو وصف، وتترك للمشاهد تفسيرها. وبالتزامن مع ظهور عائشة القذافي فنيا، أعلن نجل القذافي الساعدي ذو 50 عاما من مقر إقامته في اسطنبول، أعلن عن كتاب سيخرج للعلن قريبا يحكي عن قصة العائلة وسيترجم بلغات العالم. في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي فر الساعدي إلى النيجر عام 2011 وتم تسليمه إلى ليبيا في 2014، وأفرجت السلطات الليبية عن الساعدي القذافي في سبتمبر من عام 2021 عقب 7 سنوات من حبسه في أحد السجون العاصمة ترابلز، بعدما حكمت المحكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه. وفور إطلاق سراحه غادر الساعدي إلى تركيا بعد حصوله على لجوء سياسي ليقيم هناك ويظهر عبر منصات التواصل. في سياق متصل وفي مقابلة خاصة مع الحدث، كشف موسى إبراهيم الناطق الرسمي لحكومة معمر القذافي، كشف أن الظهور الأول لابنته عائشة من خلال معرضها الفني في سلطنة عمان يأتي كونها ليبية ولها الحق في مشاركة آرائها في المشهد الليبي، وليس هناك أي بعد سياسي لهذا الظهور. هناك من يتحدث أن هذه اللوحات الفنية للدكتورة عائشة لها أبعاد سياسية، كيف ترد على هذا الطرح؟ أولا، من ناحية مثالية، الدكتورة عائشة هي مواطنة ليبية كاملة المواطنة، من حقها أن تساهم في المشهد الليبي سياسيا واجتماعيا وثقافيا، لا يجب على أحد أن ينكر هذا عليها. ولكن الدكتورة عائشة هي أم الآن، وهي طبعا ضيفة على سلطنة عمان. نشكر طبعا جلالة الملك وندعو له السلطان قابوس وندعو له بالرحمة على ما قام به، وليس في المعرض جانب سياسي مباشر ولا محاولة كما قال البعض للدخول إلى الحالة السياسية المرتبكة. وفي المقابلة مع الحدث، أكد المتحدث السابق لحكومة معمر القذافي أنه ليس لعائلته مشروع سياسي بالتزامن مع ظهورهم الإعلامي. اليوم هل هناك من يدير ملف أسرة القذافي ويسعى لشيء؟ ربما سيف الإسلام خرج بآيات من القرآن لقبيلة الزنتان، الساعدي أعلن عن كتاب ثقافي، عائشة تفتح معرضها الفني، ظهورهم يأتي في نفس النطاق. السؤال، هل هناك تفسير لهذا الظهور أو هي صدفة؟ صدقا، وكل الليبيين يعرفون هذا، ليس هناك مشروع عائلي في ليبيا لأسرة القذافي، هناك مشروع وطني يقوده الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي، ليس لإخوته مساهمة سياسية مباشرة في هذا المشروع لأنه ليس عائليا، وإخوته أحرار مواطنون ليبيون، من حقهم أن يكتبوا وأن يرسموا وأن يعبروا عن أوجاعهم وحالاتهم الوجدانية. الليبيون مع سيف ليس كعائلة أو قبيلة، معه كشخصية سياسية. المتحدث السابق لحكومة معمر القذافي موسى إبراهيم أكد في مقابلته مع الحدث أن ظهور عائشة القذافي من باب الفن هدفه دعم أخيها سيف الإسلام إنسانياً، وأن إعلان أخيها الساعدي نيته إصدار كتاب عن حياة العائلة فاجأ الناس. ظهور الأخوان الاثنين، هل ظهورهم ينصب في دعم سيف الإسلام انتخابياً؟ لا أعتقد، يعني أنا جازما يعني أن هناك تنسيقا بين الدكتورة عائشة والمهندس الساعدي في مسألة الظهور.
الدكتورة عائشة تعمل على هذا المعرض الفني منذ سنوات، والمهندس السعدي فاجأ يعني أكثر الناس بمسألة هذا الكتاب. ولكن طبعا شوفي، ظهور الفنانة عائشة القذافي هو دعم وجداني لأخيها الدكتور سيف، هو دعم إنساني وليس دعم سياسي، بمعنى أن الليبيين الآن ينظرون إلى هذه العائلة التي استشهد نصفها وهي تقاتل قوات حلف شمال الأطلسي على أرض ليبيا. من بنغازي ينضم إلي المحلل السياسي الأستاذ أحمد المهدوي. مرحبا بك أستاذ أحمد. إذن ظهور لأبناء القذافي، واحد من الريشة بالفن واللوحات، وآخر بمذكرات، وآخر ينتظر ويعتزم الترشح. هل باستطاعتنا أن هذه المسألة تتعلق بالعائلة في سياقها الضيق ومن حقها مذكرات أو فنون، أم لا كل هذا النشاط مرتبط بعزم سيف الإسلام القذافي الترشح في انتخابات القادمة، انتخابات الرئاسية، إن كان سيحصل على ذلك؟ طبعا يعني الكلام فيه حديث، يعني ليبيا على الأقل. تحياتي لك استاذ سعد، تحياتي مرحبا لمشاهدي قناه الحدث. بالطبع يعني اعتقد بان المشهد السياسي المرتبك في ليبيا والتنافر الواضح في الاوساط السياسيه في ليبيا اعطى الفرصه واعطى براح لعائله القذافي بان يكون لديهم طموح سياسي، وهو حق لكل مواطن ليبي. عائلة القذافي أسرة ليبية، لا أحد يستطيع أن يسحب منهم أو يسقط عنهم لبوبيتهم، لكن لا يكون الطرح يعني بالفرض. يعني رأينا تصريح الزنتان مثلا كان تعقيبنا عليه، كيف أن مشروع سيف الإسلام هو وطني، كما قال المتحدث باسم نظام القذافي أنه هو مشروع وطني، ويعني خلف من هم يؤيدون سيف الإسلام استعراض عسكري أو آليات عسكرية، وكأنه إيحاء بأن لم ننجح سياسيا سنلجأ إلى القوة وإلى السلاح. فأعتقد بأن الليبيون هم من يقررون من يحكمهم. نعم، على ذكر الليبيين، هل بالنسبة للليبيين وخروج الساعدي الآن انتهت حياة هذه العائلة والتاريخ لا يمكن أن يعيد نفسه أم لا؟ لا يستطيع أستاذ سعد أحد أن يقول بأن يعني هذه العائلة انتهت أو لم تنتهي. نحن مؤمنين بالديمقراطية وبديمقراطية الصندوق أو من يأتي به الصندوق فأهلا وسهلا، ولكن هناك شروط وهناك يعني نقاط أو مسلمات يجب أن تتوافق أو تنطبق على من يتقدم إلى الترشح، لا أن يفرض نفسه، لا أن يستغل الأوضاع التي يعانيها الشعب الليبي. كل يعلم بأن النظام السابق كان نظام منغلق، يعني إذا كان هناك إصلاحات أو رؤية وطنية لما تأخرت كل هذه الفترة؟ يعني هم كانوا في أوج السلطة ولم يقدموا هذا الطرح الديمقراطي أو الطرح الوطني، لما الآن؟ يعني لا، يعني الليبيون لن تنطلي عليهم أن تدغدغ مشاعرهم لا بالريشة ولا بالكتاب. يعني هنا نحن نؤمن بالصندوق. عندي 40 ثانية وهنالك سؤال لابد أن تجيب إذا عليه طبقت باختصار طبعاً. باختصار يعني المتحدث السابق قال إن الجميع في ليبيا يتلقى دعم إلا سيف الإسلام القذافي، هل هذا صحيح أو وارد بالنسبة لك باختصار؟ نعم أستاذ سعد، من الذي يتلقى دعم؟ يعني إذا كان نتحدث عن من قدم الليبيين، الشعب يعني يعطي الدعم لمن أعطى له الأمن والأمان وأعطى له الاستقرار. يعني إذا كان نتحدث عن دعم الليبيين للقيادة العامة أو الجيش، هذا من ما راه الشعب وما راه المواطن من يعني أمن واستقرار وتنمية مكانية. وصلت الفكرة من بنغازي المحلل السياسي لم تقدم أستاذ شيء. أحمد المهدوي، سيف الإسلام لم يقدم شيء. شكرا جزيلا لك. ندعم